أعلن حاكم مقاطعة بلغراد الروسية إصابة امرأة وتضرر عدد من المباني بعد قصف للقوات الأوكرانية للمقاطعة. بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. وذكر بيان للوزارة أن 4 مسيرات أخرى تم تدميرها من جانب أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق كورسك وبلغراد في روسيا. في المقابل أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا مقتل شخص على الأقل في هجوم صاروخي روسي. وأوضح المسؤول الأوكراني أن الصاروخ أصاب أيضا مستودعا لتخزين الحبوب في الميناء. بدورها قالت القوات الأوكرانية أنها أسقطت 22 طائرة مسيرة و11 صاروخا أطلقتها روسيا الليلة الماضية في أوديسا، مشيرة إلى تضرر البنية التحتية في المنطقة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا الآن من موسكو مراسلتنا ريج محمد. ريج أهلا بك معنا، دعينا نتابع معك آخر التطورات سواء كانت المتعلقة بشبه جزيرة القرم أو أوديسا. نعم داليا، فيما يتعلق بأوديسا هناك غياب للتصريحات الروسية الرسمية التي توصف ما جرى خلال الساعات الماضية من استهداف روسي. قالت مصادر روسية خلال الساعات الماضية أنه جرى عبر استخدام المسيرات الروسية، بالإضافة طبعا إلى الهجوم أو الجزء الصاروخي من الهجوم. لا تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بهذا الاستهداف سوى أن الروس يضعون نصب أعينهم دائما حينما يستهدفون المنشآت المتموضعة أو المشاطئة للبحر الأسود، ولا سيما في أوديسا يضعون نصب أعينهم مواقع تجميع المعدات والأسلحة، بالإضافة إلى مراكز ومواقع تجمع القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع صيانة وصناعة المعدات العسكرية الأوكرانية التي تستخدمها القوات الأوكرانية في المواجهات الدائرة جنوب وشرق أوكرانيا. بطبيعة الحال كل هذه الهجمات التي تستهدف مناطق عدة في أوكرانيا خارج نطاق الجبهات يضعها المتابعون في معرض الرد الروسي على الاستهداف المتكرر الأوكراني بالمسيرات لمناطق في العمق الروسي، ولا سيما أيضا ناحية شبه جزيرة القرم. ولا ننسى من الذكر داليا هنا الهجوم الصاروخي الأوكراني الأخير الذي استهدف مقر أسطول البحر الأسود أيضا في ذات المنطقة في سيفاستوبول مقره في شبه الجزيرة، وكان ذلك ضربة موجعة ومزعجة بالنسبة للجانب الروسي. توقع على إثرها الكثيرون بأن روسيا ربما ستوجه ضربات لا تقل إلاما لأوكرانيا على خلفية مثل هذه الهجمات، بالإضافة طبعا إلى ما تتحدث به دائما الرواية الروسية وتقول بأن الهجوم الأوكراني رغم انتظار الكثير منه من قبل أوكرانيا ومن قبل الدول الغربية التي تدعم كييف، طبعا يفشل هذا الهجوم وتفشله القوات الروسية، وهو ما يحدو ويدفع بالجانب الأوكراني لتكثيف مثل هذه الضربات واستهداف المناطق الروسية في الفترة الأخيرة بنحو متكرر ومتصاعد. شكرا لك مراسلتنا ريج محمد كانت معنا من موسكو.